والمشاهديك والجمهور للنادي الاهلي في كل مكان. ان شاء الله باذن الله النهارده ويمكن ساعات قليله جدا تفصلنا عن مباراه العوده النادي الاهلي وجيما بطل اثيوبيا. ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي موفق في هذه المباراه بدنيا وفنيا. النادي الاهلي ان شاء الله جاهز للاستمرار في سلسله الانتصارات خلال الفتره الماضيه سواء في بطوله الدوري العام وايضا في البطوله الافريقيه. بنأكد يا كابتن ميدو يمكن الاكسجين هنا صعب بدرجه كبيره جدا مأثر علينا احنا كمان اللي يمكن ما بنقومش بمجهود كبير زي لعيبه النادي الاهلي. يمكن من خلال الحديث مع اللعيبه ومع الجهاز الفني ومع ايضا كمان رئيس البعثه الاستاذ ابراهيم الكفراوي لا ليه تاثير كبير جدا. يمكن رئيس البعثه هنا بيقول لا فعلا نقص الاكسجين بيأثر بشكل كبير جدا على فريق النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي ومأثر علينا بشكل كبير. بنتمنى ان شاء الله باذن الله النهارده لعيبه النادي الاهلي تحاول ان هي طبعا تتلافى طبعا هذا الامر، لكن يمكن هو ظرف خلاص هيواجه النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي النهارده يوزع مجهوده بشكل كبير جدا على المباراه 90 دقيقه يكون فيها المجهود متوزع. الشوط الاولاني بجزء والشوط الثاني ايضا جزء لان هيبقى فيه صعوبه جدا لو النادي الاهلي بدا بحماس وبمجهود كبير جدا وختم ايضا هذه المباراه بمجهود كبير هتقابله بمواجهه صعبه جدا. لكن يعني زي ما بنقول ما بنقولش اعذار ويمكن الجهاز الفني اكد على كده قال هي ظروف بتواجه النادي الاهلي لكن لابد ان احنا نتعامل مع هذا الامر. وبالفعل يمكن الجلسات النفسيه مع لعيبه النادي الاهلي التحفيز الكبير خلال الفتره الماضيه وخلال ال 48 ساعه الماضيه بالتحديد يمكن هو ده اللي شايفينه في وجوه لعيبه النادي الاهلي التركيز الكبير اللي اكد عليه ايضا كمان رئيس يمكن البعثه الاستاذ ابراهيم قال الكفراوي قال شايف تركيز كبير شايف تحدي كبير جدا في عيون لاعبي النادي الاهلي يعلموا جيدا اهميه هذه المرحله واهميه ايضا هذه المباراه. جمهور النادي الاهلي ينتظر هذه البطوله ينتظر النادي الاهلي في سلسله الانتصارات القادمه وفي ثوبه الجديد ايضا كمان مع الاستقرار الفني بوجود مستر لاسارتي خلال الفتره القادمه كمدير فني للنادي الاهلي. ايضا كمان يا كابتن ميدو لو بنتكلم بشكل عام النهارده الفطار كان الساعه 9 صباحا 12 ظهرا كان غداء فريق النادي الاهلي على ان تكون محاضره فنيه في الساعه 1 ظهرا 1:30 هيتوجه حفله النادي الاهلي والبعثه الاعلاميه المرافقه ليه فريق النادي الاهلي الى استاد اديس ابابا. الاجتماع الفني كان عاده الساعه ونص قبل انطلاق المباراه لابد يكون متواجد الفريقين مراقب المباراه جمال مبيا يمكن هو ليبي اتكلمنا معاه طبعا امس عن الجمهور الحضور البعثه الاعلاميه تواجدها هيكون ايضا كمان الجهاز اللي هيكون خارج التشكيل سواء العمال للنادي الاهلي يعني الاستفسارات العاديه بالنسبه للمباريات. يمكن اكد لنا قال في مكان مخصص في تامين حاولنا نتكلم على التامين هيكون عدد قد ايه بالنسبه للتامين اللي هيكون داخل الاستاد. الاستاد بيسع 35000 مشجع فبنسال اكيد عدد الشرطه اللي هتكون موجوده قد ايه التامين ممكن ما عندهمش معلومه عندهم قصور كثيره جدا هنا في اثيوبيا لكن ان شاء الله باذن الله كل الامور دي النادي الاهلي يتجنبها باذن الله تركيزه الاول والاخير في المستطيل الاخضر باذن الله. ان شاء الله كابتن ميدو تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. مش قادرين نقول التشكيل اللي متوقع لان ممكن يبقى في تغيير كبير النهارده يا كابتن ميدو. احمد فتحي متواجد علي معلول متواجد شاركوا بشكل كبير خلال التدريبات الماضيه كان ليهم دور كبير جدا واداء ايضا فني بشكل كبير جدا لكن حسام عاشور هو اللي يمكن عليه علامه استفهام كبيره جدا. حسام عاشور حتى هذه اللحظه يمكن بنأكد فرصته لان 19 لاعب زي ما اكدنا كابتن ميدو قلنا 19 لاعب 11 لاعب وسبع لاعبين هيكون لاعب وحيد فقط هو اللي هيكون خارج قائمه النادي الاهلي. بنتمنى ما يكونش حسام عاشور يكون حسام عاشور على دكه البدلاء او في التشكيله الاساسيه لكن من الصعب ان حسام عاشور يكون في التشكيله الاساسيه نظرا لل 48 ساعه الماضيه. حسام عاشور لم يتدرب جماعي ويمكن ان شاء الله باذن الله الجاهز واللي موجود في قائمه النادي الاهلي باذن الله الجميع ان شاء الله النهارده يكونوا موفقين يكون النهارده في فورمه المباريات. اصرار كبير النهارده نشوفه روح الفانيلا الحمراء شخصيه النادي الاهلي باذن الله النهارده كل ده يكون في مباراه اليوم وباذن الله يكون لنا فرحه كالعاده كابتن ميدو معاك ومع كل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي في كل مكان مع الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي واكيد مستمرين معاك كابتن ميدو خلال الساعه القادمه. مجرد وصولنا ان شاء الله الى الملعب يكون التشكيل معاكم وان شاء الله كابتن ميدو تكون الامور موفقه لفريق النادي الاهلي. عودة ليك يا كابتن ميدو.